بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال إمام ابن جرير رحمه الله، يعني جل ثناؤه بقوله هل أتى على الإنسان، قد أتى على الإنسان. وقوله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يقول تعالى ذكر إنا خلقنا ذرية آدم من نطفة، يعني من ماء الرجل وماء المرأة. والنطفة كل ماء قليل في وعاء، كان ذلك ركية أو قربة أو غير ذلك، كما قال عبد الله بن رواحة هل أنت إلا نطفة في شنة، الشنة اللي هو السقاء البالي. يكلم نفسه في جسده، هل أنت يا نفس يعني إلا نطفة في شنة، يعني توشك أن تخرج الروح ويكون الجسد باليا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، قوله أمشاج يعني أخلاط، أحدها مشج ومشيج ومشج، يقال منه مشجت هذا بهذا إذا خلطته، وهو ممشوج به ومشيج أي مخلوط به. اختلف أهل التأويل في معنى الأمشاج الذي عني بها في هذا الموضع، فقال بعضهم اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. عن عكرمة أمشاج النبتليه قال ماء الرجل وماء المرأة يمشج أحدهما بالآخر، هذا معلوم في الطب أن الجنين يتكون من مني الرجل وبويضة المرأة. عن عكرمة قال ماء الرجل وماء المرأة يختلطان. عن ابن عباس قال ماء المرأة وماء الرجل يمشجان. عن ابن عباس قال ماء المرأة وماء الرجل يختلطان. عن الربيع بن أنس قال إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج. عن الحسن قال مشج ماء المرأة مع ماء الرجل. عن مجاهد قال خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة. وقد قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. عن مجاهد قال خلق من تارات ماء الرجل وماء المرأة. تارات يعني أحوال. وقال آخرون إنما عني بذلك إنا خلقنا الإنسان من نطفة ألوان ينتقل إليها، يكون نطفة ثم يصير علقة ثم مضغة ثم عظمة ثم كسي لحمة. عن ابن عباس قال الأمشاج خلق من ألوان، خلق من تراب
ثم من ماء الفرج والرحم وهي النطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظمة، ثم أنشأه خلقا آخر فهو ذلك. عن أكرمة في هذه الآية أمشاج، قال نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمة. عن قتادة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أطوار الخلق، طورا نطفة وطورا علقة وطورا مضغة وطورا عظاما، ثم كسى الله العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر أنبت له الشعر. وقال أخونا عني بذلك اختلاف ألوان النطفة، عن ابن عباس في قوله أمشاج نبتليه يقول مختلفة الألوان، عن مجاهد قال ألوان النطفة، عن مجاهد قال أي الماءين سبق أشبه عليه أعمامه وأخواله، عن مجاهد أمشاج قال ألوان النطفة، نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة حمراء وخضراء. وقال آخرون بل هي العروق التي تكون في النطفة، عن عبد الله قال أمشاجها عروقها، عن أسامة بن زيد عن أبيه قال هي العروق التي تكون في النطفة. قال وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى ذلك من نطفة أمشاج نطفة الرجل ونطفة المرأة، لأن الله وصف النطفة بأنها أمشاج، وهي إذا انتقلت فصارت علقة فقد استحالت عن معنى النطفة، فكيف تكون نطفة أمشاجا وهي علقة؟ وأما الذين قالوا إن نطفة الرجل بيضاء وحمراء فإن المعروف من نطفة الرجل أنها سحراء على لون واحد وهي بيضاء تضرب إلى الحمرة، وإذا كانت لونا واحدا لم تكن ألوانا مختلفة. وأحسب أن الذين قالوا هي العروق التي في النطفة قصدوا هذا المعنى. ابن عباس قال إنما خلق الإنسان من الشيء القليل من النطفة، ألا ترى أن الولد إذا أسكت ترى له مثل الريز أو الرير ريز، وإنما خلق ابن آدم من مثل ذلك من النطفة أمشاج نبتليه. الأقوال الأخرى غير ظاهرة أصلا في جهة المعنى، الذي يظهر أن الأمشاج الأخلاط المختلطة بعضها ببعض هذا عين ما أثبته الطب، النطفة الأمشاج يعني يختلط ماء الرجل بماء المرأة، نطفة أخلاط. نبتليه نختبره، كان بعض أهل العربية يقول المعنى جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، فهي مقدمة معناها التأخير، إنما المعنى خلقناه وجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، ولا وجه عندي لما قال يصح، لا وجه يصح لذلك، ذلك أن الابتلاء إنما هو بصحة الآلات وسلامة العقل من الآفات، وإن عدم السمع والبصر، يعني لو إنسان أعمى أو أصم هل زال عنه التكليف؟ هو ما زال مكلفا وممتحنا ومأمورا ومنهيا على حسب قدرته. قال وأما إخباره إيانا أنه جعل لنا أسماع وأبصارا في هذه الآية فتذكير منه لنا بنعمه. وتنبيه على موضع الشكر، فأما الابتلاء فبالخلق مع صحة الفطرة وسلامة العقل من الآفة، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال إنا خلق أن قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
قوله فجعلناه سميعا بصيرا، يقول تعالى ذكره فجعلناه ذا سمع يسمع به وذا بصر يبصر به، إنعاما من الله على عباده بذلك ورأفة منه لهم وحجة له عليهم. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول إن بينا له طريق الجنة وعرفناه سبيله إن شكر أو كفر. إذا وجه الكلام إلى هذا المعنى كانت إما وإما في معنى الجزاء. وقد يجوز أن تكون إما وإما بمعنى واحد، كما قال إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فيكون قوله إما شاكرا وإما كفورا حالا من الهاء التي في هديناه، فيكون معنى الكلام إذا وجه ذلك إلى هذا التأويل إن هديناه السبيل إما شقيا وإما سعيدا. كان بعض نحوي البصرة يقول ذلك كما قال إما العذاب وإما الساعة، كأنك لم تذكر إما، قال وإن شئت ابتدأت وما بعدها فرفعته. المجاهد قوله إن هديناه السبيل قال الشقوة والسعادة. عن قتادة قوله إن هديناه السبيل إما شاكرا للنعم وإما كفورا لها. قال ابن زيد من نطفة أمشاج نبتليه إلى إن هديناه السبيل، يقول ننظر أي شيء يصنع، أي الطريقين يسلك، وأي الأمرين يأخذ. قال وهذا الاختبار، فهذا بمعنى أن الهداية بمعنى التبيين للامتحان، بين له طريق الشكر وطريق الكفر. القول الثاني على إثبات القدر، لو قال فيه أنه هو حال من الهاء التي فيها لينا اللي هو الشقوة والسعادة. الله أعلم. في قول أن الهداية بمعنى التبيين للشريعة، فمن قام بها كان شاكرا ناجيا سعيدا، ومن لم يقم بها، من لم يقم بما أمره الله به من الهدى، كان كفورا لنعم الله شقيا. القول الثاني أن الهداية بمعنى ما خلق الله فيه، فهدى أقواما وأضل آخرين، فهو بين حال الهداية أو حال الضلال، حال الشكر وحال الكفر، إما هكذا وإما هكذا، سيكون واحدا من اثنين. فهذا الأمر المقدر. وقوله إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، يقول تعالى ذكره إنا أعتدنا لمن كفر نعمتنا وخالف أمرنا سلاسل يستوثق بها منهم شدا في الجحيم، وأغلالا يقول وتشد بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم، يعني يربط يده إلى عنقهم نعوذ بالله. وسعيرا يقول ونارا تسعر عليهم فتتوقد. نقول هذا استغفر.